بمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مديرية السياحة بإدلب مهرجان إدلب الريفية الثالث في قرية حوا بالريف الشرقي، وبمشاركة وفود من معظم المحافظات السورية. الهدف أنه مهرجان إدلب الريف الثالث، أي أنه يحمل صفات البادية وأيضا يحمل الصفات المتطورة لهذا المجتمع. أردنا أن نجدد التعريف بتراثنا، بهويتنا، بجذورنا لأطفالنا. هذا المهرجان كما ترون سيأتي إلينا وفود من جميع المحافظات السورية، بالإضافة إلى الوفد الموجود والأهالي المشاركة من إدلب وريف إدلب الشرقي. وهذا المهرجان يدل على تراث سوريا الطيب وعلى أصالتها، وإحنا نوصل رسالة للعالم بأجمع أنه هاي سورية وهذا الشعب سورية، وسوريا متعافية وعادت تقلع بكل مكوناتها بكل عاداتها وتقاليدها. وهذا نحن اليوم نعيد التراث العشائري، التراث السوري الذي نحبه كلنا سوريين، وهذا تراث أبائنا وجدودنا. المهرجان تضمن عرض أدوات الزراعة التراثية التي كانت تستخدم في تلك المنطقة، إضافة لعرض الألبسة الريفية القديمة، كما قدم أبناء العشائر شرحا لعادات وتقاليد ريف إدلب الشرقي. طبعا هذا المهرجان مهرجان بادي، وهذه الكلمات البادي هي العيشة الصعبة فيها، وهي سكانها أكثر صداقة للبيئة وما زالوا متمسكين في هذه الحضارة، هي حضارة العالم وليست حضارة البادي فقط. العالم كله في الماضي كان بادي. الحقيقة هذه المنطقة يختلط فيها قبائل الحديدين والموالي، وهذه المنطقة غنية جدا بالتراث وغنية جدا أيضا بالعادات والتقاليد البدوية الأصيلة، حيث أن كافة قضايا المنطقة تحل حسب العرف أحيانا وحسب العادات والتقاليد بالمنطقة. ويهدف المهرجان لتنمية السياحة الريفية وتوفير مستلزماتها، بما يعزز مقومات السياحة في ريف إدلب والعمل على تنمية الاقتصاد وإنعاشه وإحياء التراث لما فيه من مقومات هامة. حسام الشاب، الإخبارية السورية، ريف إدلب الشرقي.